أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن زيارة والد الشيخ للكويت تأتي في إطار تشاوري وليست من أجل عقد جولة جديدة من المشاورات. وأضاف الجار الله في تصريحات صحفية أن الكويت أبلغت المبعوث الدولي بأن الأطراف اليمنية إن أتت إلى الكويت فيجب أن يكون ذلك لتوقيع الاتفاق وليس لاستئناف المشاورات. في هذا المساء سنقف عند هذه التصريحات لنناقشها في محورين: دلالاتها في إطار مساعي والد الشيخ للعودة إلى المشاورات، وموقف الحكومة من الذهاب إلى الكويت وفقا لخارطة الحل المقدمة من والد الشيخ. قبل توجهه إلى عدن للقاء الرئيس هادي، اختار والد الشيخ الكويت محطة ثالثة في جولته الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة اليمنية. وقبل وصوله أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي أن هذه الزيارة تأتي في إطار تشاوري في عدن. سيتلقى المبعوث الأممي رد الحكومة على خارطته المقدمة للحل، والتي رفضت الحكومة التعامل معها باعتبارها خارطة منحازة للحل المطروح وفق رؤية الانقلابيين في صنعاء. الكويت التي من المتوقع أن تستضيف طرفي الأزمة اليمنية في حال نجاح مهمة والد الشيخ ألمحت إلى أنها ليست راغبة في استضافة جولة جديدة من المشاورات، لكنها على استعداد لاستضافة الطرفين للتوقيع على اتفاق سلام. نناقش دلالات هذه التصريحات ونتيجة مشاورات والد الشيخ مع ضيوفنا، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. مهمة صعبة تنتظر إسماعيل والد الشيخ في عدن، فالمبعوث الدولي وضع العديد من العراقيل مجدداً أمام إنجاح مهمة شائكة كهذه. من مسقط إلى الرياض إلى الكويت، بحث والد الشيخ ما يعتبر أنها الترتيبات المطلوبة لعقد جولة مشاورات ثالثة في الكويت قبل أن ينجز زيارته الأهم إلى عدن، حيث يتعين عليه أن يسمع من الرئيس وحكومته، وهما المرجعية السياسية العليا في البلاد، ما ينبغي أن يسمعه لكي يكتب لمساعيه الجديد النجاح. لا يكفي أن يجري المبعوث الأممي ثلاث مقابلات مع الإنقلابيين في مسقط ليقرر مسألة بهذا القدر من الأهمية بدون التشاور الكافي مع الحكومة الشرعية. يحمل المبعوث الأممي إلى الرئيس والحكومة في عدن تصورات غير مستقرة للحل، تجمع بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة غداة لقائه الحوثيين في مسقط، وبين الخطة التي أملاها الوزير كيري نفسه وحملها والد الشيخ للإنقلابيين الموالين لطهران وإلى الحكومة الشرعية ورفضتها هذه الأخيرة بشكل حاسم. كما يحمل المبعوث الدولي قدرا من القلق من عدم إمكانية إنجاز الصفقة قبل انتقال السلطة في واشنطن. لا يتوقع المراقبون جديدا في موقف الرئيس والحكومة خارج المنهج الصارم فيما يخص التعامل مع المرجعيات الأساسية للحل في اليمن. الرئيس هادي في عدن، وهذا يعني الكثير بالنسبة لأولئك الذين تعاملوا طيلة الفترة الماضية مع السلطة الشرعية باعتبارها حكومة منفى، وتجاهلوا عن عمد العمق الجغرافي الكبير للحكومة الذي يمنحها القدرة على المناورة إلى حد يصعب معه المضي قدما في خطة تمكين الانقلابيين ومكافأتهم عن انقلاب قوض الحياة السياسية وقاد اليمن إلى أسوأ حرب أهلية في تاريخه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني. مساء الخير ياسر. مساء النور على مشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بك. في البداية أستاذ ياسر، والد الشيخ قبل التوجه إلى الكويت كان في الرياض، هل التقى هناك مع مسؤولين في الحكومة أو مع الوفد الشرعي للمشاورات؟ لم يلتقي والد الشيخ بأي مسؤول من المسؤولين اليمنيين، بل التقى بسفراء الدول 18 لمناقشة استئناف المشاورات السياسية، وكذلك الحكومة الشرعية كان موقفها واضح. إذا أراد المبعوث الأممي أن يقابل رئيس الجمهورية أو أن يقابل الحكومة فهم متواجدين في عدن، وأنا أتوقع أن هناك زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي لزيارة رئيس الجمهورية في عدن، وأنا أتوقع أيضا أن يحمل تعديلات جوهرية في الرؤية الأممية. أيضا الحكومة الشرعية لديها الكثير من المقترحات والرؤى إذا ما كانت هناك نوايا جادة من المتحدة يعني وضع خارطة طريق جديدة تستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخارجية والقرار الأممي من 2016. نعم. الحكومة الشرعية لا يزال موقفها صامت وثابت بأنه لا يمكن القبول بأي مبادرة تنتقص من المرجعية الثلاث أو من تضحيات الشعب اليمني. نعم. ما الذي رشح ياسر من اجتماع أو لقاء والد الشيخ مع
دول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن كانت لديك هناك أي يعني نتائج أو معلومات. المبعوث الأممي حسب الأخبار التي تواترت بعد لقائه بالفرد والدول 18 طرح عليهم إمكانية استئناف المشاورات السياسية وكذلك السماع للحكومة الشرعية والمقترحات والأفكار التي المفترض أن يستمع إليها المبعوث الأممي خلال زيارة الرئيس الجمهورية إلى عدن، وأدت فقراء الدول 18 دعمهم للمبعوث الأممي لاستكمال الحال المشاورات السياسية. لكن على ما يبدو نعم. الأفق السياسي مسدود حتى اللحظة، هناك يعني تطلب من الانقلابيين ولم يقبلوا بأي مبادرة. نحن لدينا نعم. تجربة طويلة مع الرئيس الحوثي المخلوع صالح في 4 جولات المشاورات لم يرفع عليها أي قبول من الميليشيا. كانت هناك مبادرة أممية في مشاورات الكويت 2 ورفضتها الميليشيا الانقلابية، وأنا أعتقد إذا ما قدم المبعوث الأممي رؤية جديدة سينقلب عليها الإسلاميون ولم يقبلوا بها مطلقا. نعم، هذا الدعم من الدول 18 الراعية للمبادرة ياسر، هل وفق أي رؤية؟ هل هي وفق رؤية كيري الأخيرة أم وفق المباحثات السابقة التي تستند على القرار الأممي 22/16 والمبادرة الخليجية؟ مبادرة كيري هي مجرد مبادرة تقبل وترفض. هذه المبادرة وجدت ميتة وهناك رفض شعبي ورفض رسمي لهذه. أقصد الدعم ياسر، أقصد الدعم من قبل الدول 18 بلقائها بولد الشيخ، هذا الدعم الذي جاء من أجل يعني استئناف المشاورات، هل وفقا لرؤية كيري أم وفقا للمفاوضات السابقة التي انتهت فيها مفاوضات الكويت؟ لا أعتقد ذلك أنها وفقا لمبادرة كيري، وإنما وفقا للمرجعيات الأساسية لصناعة سلام حقيقي في اليمن. هناك إجماع دولي على القرارات الدولية، هناك إجماع دولي على مخرجات الحوار الوطني، هناك إجماع أقليمي ودولي على المبادرة الخليجية. كل هذه المرجعية الثلاث لا يختلف مع فقراء دول 18، هم مع فقط استئناف العملية السياسية بمبادرة تتعارض مع هذه المرجعية الثلاث. وكذلك هذا الرفض الشعبي أعطى صورة حقيقية للدول الراعية للسلام، لأنه يعني استحالة تنفيذ هذه الرؤية التي رفضتها الحكومة الشرعية، وكذلك حتى الإنقلابيين رفضوا هذه الرؤية. نعم، فيما تستمر الحكومة برفضها للخارطة، يبدو أن ولد الشيخ مصر هذه المرة على المضي في تحركاته لفرض حل أو وفقا لخارطة جديدة. الخيارات أمام الحكومة للتعامل مع هذه الحالة ما هي؟ الحكومة الشرعية مرنة جدا في سبيل صناعة سلام حقيقي في اليمن قائم على قواعد صلبة وحقيقية، يعني مستعدة تقدم التنازلات ولكن ضمن إطار المرجعيات الثلاث، أما غير ذلك فالحكومة الشرعية ترفض حتى هذه اللحظة. وأنا أعتقد أن المسار السياسي هو حاليا متوقف، لن يتحرك كثيرا، وأن المسار العسكري هو صاحب الحضور الأوسع والمؤشرات على الأرض تؤكد ذلك. اليوم رئيس الجمهورية في عدن، القيادات العسكرية في عدن، القوات العسكرية وصلت، مجموعة كبيرة من القوات العسكرية وصلت إلى عدن، تصريحات واضحة وصريحة لقائد المنطقة العسكرية أن رئيس الجمهورية جاء إلى عدن للإشراف على عملية تحرير تعز. المؤشرات تؤكد أن الحكومة الشرعية باتت تدرك تماما بأن صناعة سلام مع غريسيا تطلع الموت أصبح شيء من الاستحالة والخيال، ولا بد من دعم المسار العسكري لاستكمال تحرير أراضي الجمهورية اليمنية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. على ما يبدو أن الأمم المتحدة عاجزة حتى اللحظة في تنفيذ قراراتها وأصبحت يعني تستجيب لأي مبادرة من هنا وهناك. هذا دليل عن عجز وفشل ينوب عن تنفيذ قرارات الامم المتحده المبعوث الاممي وكذلك بعض الدول التي نعم. الفاعله في المنطقه. نعم ياسر، سؤال اخير اختم معك، هل تعتقد بان هناك ربما عمليه عسكريه قادمه الان بقياده الشرعيه في السواحل الغربيه باتجاه يعني باب المندب، الحديده، تعز قبل يعني التفاوض في اي مشاورات ان يعني قدر لها ان تكون؟ أنا أعتقد أنه العمليات العسكرية أو الخطط العسكرية الآن ترتبط في عملية عسكرية مفاجئة لتحرير ما تبقى من تعز، لأنه تعز تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا مهما. نحن نعرف جميعا أن تعز تطل على باب المندب وتتوسط محافظات الجمهورية ولا حدود مع محافظة الحديدة والساحل اليمني الممتد الطويل التي تستخدمه ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن القومي العربي. فأنا أعتقد أن هناك إجماع حتى من دول التحالف على أهمية تحرير تعز. الحفل في تعز تأخر وله سلبيات كبيرة، ونعتقد أن اليوم الجميع بات مدركا على أهمية تحرير تعز، وإذا تم تحرير تعز ستكون الشرعية قد كسبت ورقة رابحة وستكون ضربة كبيرة للإنقلابيين. نعم، الأهمية ياسر ليست جديدة، ما كنت أقصد في سؤالي هل باعتقادك أن الحكومة هذه المرة
ستعمل على فعلا عملية عسكرية أم هي ربما تصريحات تستهلك لوسائل الإعلام فقط؟ على ما يبدو أن الاتجاه الحكومي يمضي في هذا الاتجاه بدليل تعيينات رئيس الجمهورية العسكرية كانت في المنطقة العسكرية الرابعة السابعة التي تتبع سعد. أيضا وجود القوات الكبيرة التي وصلت إلى عدد تؤكد بأن الحكومة الشرعية تدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بأسلحة نوعية، وأنا أعتقد أن هناك عملية عسكرية كبيرة. نعم. خاطفة ستفاجئ الإنقلابيين لتحرير ما تلقى. أشكرك الصحفي مكتب رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. نشرك معنا أيضا في الحديث من الرياض رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلب. مساء الخير دكتور. يا مساء النور والعافية. أهلا ومرحبا بك دكتور. ولد الشيخ قال قبل يومين من مسقط أن الطرفين سيتوجهون إلى جولة جديدة من المفاوضات محددة بعشرة أيام، يعقبها بعد ذلك توقيع ربما نهائي كما يقول. طبعا في الكويت نائب وزير الخارجية يقول اليوم أن بلاده مستعدة لاستضافة توقيع فقط. ما دلالة هذه التصريحات برأيك؟ يعني ولد الشيخ يقول ستوقع خلال عشرة أيام والكويت تقبل إذا كان هناك توقيع على يعني سلام دائم وليس لمفاوضات. أنت كيف تقرأ هذه التصريحات من الجهتين الكويت وولد الشيخ؟ أولا هناك يعني مساعي حثيثة وجادة لإطلاق يعني مسار مشاورات في الفترة القادمة، لكن ما زالت الأمور يعني لم تحسم بعد حتى اللحظة، بالذات أنه الحكومة يعني لديها اعتراضات كاملة على المقترح المقدم، ويبدو لي أن إسماعيل ولد الشيخ مصر على أن يكون هذا المقترح يعني هو الأساس الذي سيعتمد عليه، وهناك أيضا رؤية أن يأخذ مطالب الحكومة لتكون أيضا مطروحة في طاولة المشاورات. الطرف الحوثي وصالح أيضا ما زال لديهم اعتراضات على المقترح، يعني كل المؤشرات تقول حتى لو ذهبنا إلى مشاورات جديدة أن كافة الإشكاليات وكافة نقاط الاختلاف والتناقضات ما زالت قائمة، وبالتالي هذه المشاورات لن تأتي بجديد. يعني المؤشرات واضحة أنه من الصعوبة جدا أن يصلوا إلى توقيع يعني حل سياسي شامل في ظل يعني في ظل هذا التناقضات. نعم. إذن دكتور نجيب السؤال، ما جدوى تحرك إذن ولد الشيخ في يعني كما تحدثت إذا كان هناك لا جدوى من هذه المفاوضات في الوقت الراهن على الأقل؟ يعني المسار السياسي لابد أن يتحرك، لن يتم تجميده، لكن لدينا أعمال اليوم في الواقع. المتحولات التي ستغير مسار المشاورات وتجعل من هذا المسار مسارا جادا قادر على تحقيق يعني مطالب الشرعية يقتضي بالضرورة إحداث تحولات حقيقية ومتغيرات جذرية في الواقع، ليس فقط في المسار العسكري بل إعادة ترتيب أوضاع المناطق المحررة وتمكن مؤسسات الدولة من العمل بداخل عدن بحيث تتمكن من إدارة المناطق المحررة وتتمكن من إدارة عملية عسكرية. نعم. هل يمكن اعتبار نعم دكتور هل يمكن اعتبار عودة الرئيس هادي وتحرك الحكومة وتواجدها في بعض المحافظات سواء في مأرب أو حضرموت أو عدن يأتي في هذا الإطار؟ نعم هو يأتي في هذا الإطار. الحكومة اليمنية أيضا ستتجه إلى عدن والرئاسة ستكون موجودة، اليوم كل القوة اليمنية عليها أن تتجه إلى المناطق المحررة. البقاء في الرياض لن يعد مجديا إذا استمر الوضع بهذا الشكل، سيتم فرض تسوية سياسية يعني خارج إرادة يعني الشعب اليمني، وبالتالي علينا أن نتوجه جميعا إلى الداخل لإدارة معركتنا. العالم ليس معنيا كثيرا بالشرعية، علينا أن نقتنع اقتناع كامل. ها هم اليوم يقدموا مبادرة، هذه المبادرة خارج سياق المرجعيات، الأمم المتحدة غير قادرة حتى على حماية القرارات الصادرة منها، وبالتالي يعني اليمن أبناء اليمن هم المعنيون اليوم بعودة باستعادة الدولة أكثر من غيرهم. نعم.
ولكن دكتور ربما هذه العودة للرئاسة والحكومة ليست المرة الأولى كما تعلم، عدة مرات عاد الرئيس، عدة مرات عادت الحكومة، هناك العديد من التصريحات. ما إن يأمل الناس خير بتحرك المياه الراكدة لتحرك حقيقي للشرعية للرئاسة للحكومة في الداخل حتى تتبدد هذه الأحلام ويعود الوضع مثل ما كان؟ لا، يبدو لي أن هذه المرة الأمر مختلف جدا، يعني نحن مرينا بتجربة مريرة في أوجه الاختلاف. دكتور، أوجه الاختلاف، أوجه الاختلاف، أولا عدن أصبحت أكثر أمنا وأكثر انضباطا، لدينا اليوم الموارد المالية، لدينا موارد مالية صحيح أنها ناقصة، لكن التحالف والدول الراعية ستدعم الحكومة لكي تقوم بأعمالها بشكل كامل. اليوم البنك المركزي موجود، اليوم هناك رجال مال وأعمال مستعدون للعودة إلى المناطق المحررة بالتعاون مع الحكومة لتحريك الاقتصاد. كل القوى الوطنية المختلفة بدأت تخفف من تناقضاتها في هذه المرحلة، وهناك ائتلافات في الجنوب يعني أصبحت قادرة على استيعاب طبيعة المعركة. أيضا القوة الشرعية بمختلف تكويناتها أصبح لديها قناعة كاملة أنه لا بد أن يكون هناك حامل سياسي للشرعية في المرحلة القادمة. كل الأطراف الشرعية مقتنعين أنهم اليوم هم يعني معنيين بإدارة هذه المعركة، والعالم سيقف معهم إذا تحركوا في الميدان بطريقة صحيحة. أما إذا ظل الجمود كما كان في المرحلة السابقة، أنا أعتقد أن العالم سيضغط باتجاه تسوية تنتقص من المرجعيات، وبالتالي علينا أن نحمي المرجعيات ونحمي إرادة الشعب. نحن أمام مشروع كهنوتي يبتلع الجمهورية، وبالتالي كل أبناء اليمن اليوم معنيون أن يوحدوا صفوفهم ويرتبوا أمورهم لإدارة المعركة حتى يعترف العالم بهم بأنهم موجودون في الواقع. نعم. طيب دكتور، هذا التحرك من قبل ولد الشيخ والدول 18 لإحياء العملية السياسية في اليمن تأتي في ظل تحركات الانقلابيين في صنعاء، كما تعلم هناك يعني الانقلابيين ماضيين باتجاه تشكيل حكومة جديدة، كيف سيؤثر ذلك على أي مشاورات ربما يسعى الجميع لإحيائها؟ أي أعمال يقوم بها الانقلاب في صنعاء يعني من المفروض أنه إحنا لا نأخذها بعين الاعتبار. هم قاموا بانقلاب كامل على اليمنيين، وأيضا تحدوا العالم كله، وهم اليوم فرضوا أمر واقع من خلال القوة العسكرية، ويريدوا أن يفرضوا أمر واقع من خلال إعادة ترتيبات سياسية معينة. لكن أنا أعتقد أنه لن يعترف بهم أحد، فقط العالم سيعترف بنا إذا تحركنا في الواقع. نحن الشرعية، وعلينا أن نبني مؤسسات الدولة وندير معركتنا بهذه الطريقة. كل أعمال يقوم به أطراف الانقلاب يصبح غير ذات معنى. نعم دكتور، نتكلم بوضوح أكثر الآن عمليا على الأرض. الشرعية، الجيش الوطني، المقاومة الشعبية أصبحت قوة ضاربة، وأصبح الجميع يؤمل، يقول الجميع بأنهم ينتظرون يعني قرار ربما سياسي كبير سواء من الرئاسة والشرعية أو من التحالف العربي لبدء فعلا عملية تحرير واسعة. هذا القرار وهذه الخطوة متى ستتخذها التحالف والشرعية في اليمن لعمل وتغيير فعلا حقيقي على الأرض؟ أنا أعتقد أن العمل قائم على قدم وساق اليوم. أنت لو راقبت اليوم التحركات الموجودة في الميدان سواء في عدن أو في يعني الجبهات في تعز، أيضا في الساحل الغربي، أيضا ترتيب الأوضاع العسكرية في مارب، ترتيب الأوضاع أيضا في حضرموت، ستجد أنه هناك أعمال حديدية يعني بدأت تتراكم. ونحن علينا أن نكون صبورين، معركتنا مع الانقلاب طويلة، وبالتالي لا نتعجل كثير، ما زال. لكن هذا الصبر دكتور نجيب، الجميع يشتكي كما تعلم، خاصة اللي هم في الداخل وتحت القصف وتحت القاتل وتحت الحصار، يعني يدفعون الثمن من حياتهم يوميا. إلى متى الصبر؟ الناس الآن عامان مرة منذ اندلاع الحرب واليمنيين يدفعون الثمن. لا، نشوف هذه المعاناة لم تكن توجد لولا هذا الانقلاب، وبالتالي نحن أمام مشكلة واضحة. أيضا الأبناء اليمن عليهم أن يتحركوا ويواجهوا هذا الانقلاب. لا يمكن لليمن أن ينجو ما لم يتحرك الشعب أيضا ليدافع عن نفسه. هذه المعاناة لن تنتهي ما دام الانقلاب قائم، وبالتالي المعاناة ستستمر. دعنا نكون صريحين،
ما لم يتم إنهاء هذا الانقلاب وأسقاطه. وبالتالي علينا أن نوحد صفوفنا جميعا وعلى القوة الشعبية أن تحسم أمرها فيما يخص إدارة المعركة مع هذا الانقلاب وأسقاطه. نعم، الكثير يتحدث بأن الشعب مستعد والجميع مستعد، ولكن ربما القرار السياسي هو يعني الحلقة المفقودة في الموضوع. يعني صحيح، يعني هناك تقصير ما، لكن بالأخير نحن يعني لو عملنا مقارنة قبل سنة كيف كان وضع الشرعية ووضع القوة الشعبية المضادة للانقلاب، سنجد اليوم أننا أكثر قوة وستتراكم قوتنا مع الوقت. فقط علينا أن نتحمل مسار هذا النظار حتى نتمكن من تحرير الجمهورية، نتحمل ونضحي ونواجه. نعم، طيب دكتور، الإصرار من قبل المبعوث الأممي على المضي قدما في خارطته، أنت كيف تفسره؟ هل يستند إليه ولد الشيخ يعني موقف معين من المجتمع الدولي، أم ربما تحرك فقط ل يعني تسجيل حضور؟ اولا شوف يعني المسار الاممي وايضا حتى الدول الراعيه لا يمكن ان يعني ان تتخذ مسارات غير هذا المسار الذي يقوم به ولد الشيخ. لكن انا اقول لك تجنيات الامم المتحده وحتى ضغوط الدول الراعيه لم تصل بنا الى حل سياسي شامل. المساله مرتبطه بشكل اساسي بقدره القوى الوطنيه على المواجهه في الواقع وفرض أمر واقع على الميدان. بهذا الشكل أنت تستطيع أن تفرض السلام، بدون ذلك هذه التقنيات لن تصل بنا إلى سلام. وتجربتنا طويلة مع الأمم المتحدة آلياتها لم تساعدنا كثيرا، بل أنها أدت إلى يعني أدت إلى الانقلاب، واليوم تريد أن تصل بنا إلى إضعاف الشرعية. وبالتالي علينا أن لا نطمئن كثيرا للآليات الأممية وأن نفكر بطريقة مغايرة من خلال يعني نعم بنا يعني خليني أقول لك آليات أخرى مختلفة مغايرة تعتمد على أهدافنا وليس على أهداف الآخرين. أشكرك رئيس منتدى الجزيرة العربية لدراسات الدكتور نجيب غلاب، كنت معنا من الرياض. أيضا ننتقل الآن إلى نيويورك مع المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم مساء الخير. اهلا ومرحبا بك استاذ ابراهيم. الحكومه تشدد على ان لا حوار قبل اجراء تعديل على خارطه ولد الشيخ الاخيره التي انطلقت من مقترحات كيري. باعتقادك هل يمكن تعديل هذه الخارطه في ظل الدعم الذي تحوزه من اطراف دوليه نافذه في الملف اليمني؟ استاذ ابراهيم ربما هناك مشكلة في الاتصال بالسيد إبراهيم القعطبي من نيويورك. إذن مشاهدي الكرام، ربما وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث التي خصصناها عن إحياء العملية السياسية التي بدت واضحة تحركات جديدة من قبل ولد الشيخ في مسقط ومن ثم إلى الرياض، وهناك أنباء بأنه سيتجه إلى عدن للقاء الرئيس والحكومة. أيضا في المقابل رفض الحكومة الشرعية للمقترحات الأخيرة التي قدمها كيري. إذا مجمل هذه الأحداث إن شاء الله ستكون أيضا لدينا حلقات مقبلة، ولمتابعة هذه الأخبار والتحركات سواء في المجال السياسي أو الميداني أو العسكري. شكرا لمتابعتكم. في ختام الحلقة تقبلوا معد هذه التحايا ومعد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.